كان أكد وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي اليوم أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يهدف إلى التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام. وخلال عرضه للمشروع في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، أكد وزير العدل أن هذا النص جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون والتي أزداها للحكومة من أجل إعداد قانون خاص للتصدي لأشكال جرائم الاختطاف. وقدم زغماتي عرضا شاملا لهذا النص يتضمن 54 مادة مقسمة على 7 محاور، مركزا على خصوصية هذا النص الذي يجمع بين الوقاية والمكافحة. من خصوصية هذا المشروع في كونه يجمع بين الوقاية والمكافحة، ويشمل أحكاما خاصة للتكفل بضحايا هذه الجرائم وأسرهم. وتبرز أهم خصائص هذا المشروع فيما يلي: أنه يطبق على جميع جرائم الاختطاف بغض النظر على فئة الأشخاص المستهدفة بها، سواء كانوا بالغين أو قُصّر أو نساء أو مسنين أو غيرهم من فئات المجتمع. ولأن الطفل يعد من بين الفئات المستهدفة من جرائم الاختطاف، ينص المشروع على ضرورة ضمان الحماية الأمنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة وأي مكان آخر يستقبل الأطفال، ويلزم الأسرة بحمايته وإبعاده عن جميع أشكال الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحية جرائم الاختطاف. وقد رعي في مجال الوقاية عدم النص على إحداث أي هيكل أو مؤسسة تتولى الوقاية من جرائم الاختطاف، لأن المشروع يضع هذه المهمة على عاتق جميع مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع المدني، فالكل مسؤول، ويجب أن تتجه وتتوحد جهود الجميع نحو غاية واحدة، وهي القضاء على جرائم الاختطاف من المجتمع.